لكن نأتي إلى قضية اللطف. هو يوجد سيف ويوجد صوت ويوجد كلمة قاسية ويوجد كلمة لينة. اجعل الخيار الأول الكلمة اللينة، لا تلجأ إلى الكلمة القاسية إلا إذا نفدت الكلمة اللينة ولم تثمر، ولا تلجأ للصوت حتى تنفد كلمات العتاب واللوم، ولا تلجأ للسيف حتى لم يبقى للصوت موضع. لكن السيف والصوت يعني الصوت قد يكون لك لأبنائك، لكن السيف ليس لك، السيف لولي الأمر. المقصود من هذا كله لابد من هذه الأمور. وكان بعض الأخيار العقلاء الدهاة يقول محال إن أنا أستخدم صوتي في شيء يغنيني عنه لساني، لا حاجة. الله أكبر. فأنت الآن في معك كيف نعيد العبارة شهر عجيب، يعني لا يعني محال أن أستخدم صوتي في موقف يغنيني عنه لساني، لا حاجة لاستخدام الصوت. الله أكبر. وكذلك حتى اللسان قسمان، قسم لسان قاسي عتاب وقسم لين، فيبدأ الإنسان بالكلمة اللينة، وهذا أدب قرآني. فقول له قولا لينا وقولوا للناس حسنا، فالإنسان يبدأ بالكلمة اللينة يستمر عليها. يعني حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني هو أقل القليل إن الإبن بيمكث في عمر سبع سنة كاملة. فإذا كنت أنا خمس مرات في سنة كاملة أقول له فقط صلي ولا أضربه، قطعا سيصلي. لمن يرى صبري عليه عاما كاملا لا أرفع عليه يدي، قطعا سيصلي بعدها. والمقصود من هذا التلطف واجب في كل شيء، حتى الإنسان يعني كيف يعرض علمه يحتاج إلى تلطف، كيف يسأل يحتاج إلى تلطف. والله علمنا دعاء الأنبياء، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله يقول وقدموا لأنفسكم في كل شيء، حتى الرجل في فراشه يقدم لنفسه. فالتلطف أمر يعني أدب شرعي قرآني ينبغي أن يكسو حياتنا كلها في التعامل مع الآخرين. ولا حاجة لأن تسمع أخاك كلمة قاسية على قلبه ثم تطالبه بأمور عظام. لو ألنت القول لملكت زمام قلبه ثم أذعن إليك وقبل منك. لكن البعض عافانا الله وإياك قد يكون في خطابه بحجج واهية أن الناس يحتاجون إلى هذا، أو قد ينزل الأشياء على غير منازلها.